بدنا نحكي اليوم عن المال. المال هو الوسيلة والقوة اللي بتحرك كل حاجة في حياتنا. المال وسيلة لتبادل السلع والخدمات بين الناس. بعض الناس بيعتبروا إذا ملكوا المال ملكوا كل الخيارات. اليوم جاي أحكي لكم عن قصتي مع المال. أنا حازم عبدالعال، مدير شركة سند للتجارة والتسويق في قطاع غزة. خلينا نسألكم سؤال، مين الممول تاع كل واحد منكم؟ طب شو يعني ممول؟ البني آدم منا من عمر يوم لما يخلص الجامعة وإلى ما بعد ذلك بيكون في شخص في حياته مسؤول عن كل شيء في حياته، أكله، شربه، دراسته، لبسه، كل شيء. تعرفوا مين هذا الشخص بحياتكم؟ أنا عن نفسي كان عندي ممول من عمر يوم لما خلصت سنة أولى في كلية الطب، فجأة انقطع التمويل. والدي رحمة الله عليه، والدي ووالدتي توفوا في نفس العام، الحزن عم المكان، والعزة خلص، وقلت الختائرة راحت السكرة وإجت الفكرة. من طالب شاطر أكاديميا في كلية الطب، مرفه اجتماعيا، إلى شخص مسؤول عن 4 أطفال، أخين وأختين أصغرهم 4 سنوات وأكبرهم 16 سنة، وأنا بس كان عمري بس 18 سنة. فجأة صرنا لحالنا. طب وين المشكلة؟ هل المشكلة في وفي كلية الطب، ولا المشكلة في هالأطفال الأربعة؟ كان لازم أخذ أول قرار بتحمل المسؤولية وترك كلية الطب والبحث عن بديل آخر مع محددات التمويل الجديدة لإلي أنا وإخوتي، إحنا 5. اعتبرت حياتي أنا وإخوتي مشروع، شركة، سميتها شركة أبناء الدكتور ياسر. اعتبرنا أنه هذا مشروع حياة ولازم ينجح، وبدأنا نمشي فيه. طب أي شركة في الدنيا بدها شغلات كتير عشان تمشي، بدها مدير، بدها تمويل. طب بحكم العمر أنا ذاك أنه أنا أكبرهم وهالمؤهلات البسيطة، صرت أنا مدير هاي الشركة، وإخوتي هم المساهمين اللي أنا بدي أرعى مصالحهم، وفي نفس الوقت هم فريق العمل اللي بده يشتغل معي وأنا قائد هذا الفريق. الآن صار لازم أدبر التمويل. طب بدي تمويل لرأس المال، أشتري مقر لهالشركة، بيتي لمني أنا وإخوتي، أو وبدي تمويل ثاني للتشغيل يغطي هالمصاريف بتاعت الحياة. أنجزت مكافأة نهاية الخدمة بتاعت الوالد واعتبرتها تمويل لرأس المال. في يوم المنتظر رحت على البنك، وللأسف صار إشي غير متوقع. فجأة البنك بيقول لي انحجزت نص المصاري. كيف انحجزت؟ ليش انحجزت؟ كان بالنسبة لي كابوس. شو بدي أعمل؟ شو بدي أسوي؟ لمين بدي أروح؟ طلع القانون له كلام ثاني، بيحجز أموال القصر. بدل ما نشتري مقر للشركة شقة، اشترينا نص شقة عقد الحافك يا ولد مدرج ليك. البدايات كانت صعبة. الآن بدي تمويل التشغيل، إنه أنا نصرف عيشة وأكل وشرب ومدرسة ومدارس، صار لازم أدرس وأشتغل. اشتغلت ريسبشن في أحد الفنادق، تعلمت ألبي للناس احتياجاتهم ورغباتهم وخدماتهم. بعد ما كان في ناس تدللني، أهلي كانوا بالنسبة لي مصباح علاء الدين، شبيك لبيك، بدك أكلة، بدك شربة، حلو مالح، اطلب بس من أمك، بدك طلعة، بدك طشة، بدك مصاري، بدك سفرة، بس اطلب من أبوك. هذا كله راح. ومشان الدنيا تمشي صح صار لازم كل شيكل ينصرف ينكتب ويتسجل. حطيت بالنسبة لي نظام بسيط كله لازم يتسجل، اعتبروه نظام مالي بسيط. فيش حياة بدون نظام مالي، فيش شركة بدون نظام مالي، فيش مستقبل بدون نظام مالي.
لما تأسسوا حياتكم وشركاتكم ومشاريعكم اسألوا دائما هذا السؤال، شو لازم نعمل؟ شو المطلوب منا؟ المطلوب انك تهتم بإدارة مواردك المالية بعناية. ليش؟ لأنها عزيزة وغالية. لا تحط بس ثقتك في المصاري لحالها أو في المال، حط مصاريك ومالك في المكان اللي أنت بتثق فيه، وهذا دائما هو الأهم. كان عندنا دفتر للتسجيل، إخوتي كانوا يتمنوا يدعوا على هذا الدفتر ليل نهار، بدهم ما يخلصوا منه، لأنه ما كان ينسى ولا حاجة. كل شيكل بنصرف بتسجل، كنت أحط الموازنة لكل بند، مصروف، طلعة، سوبر ماركت، خضرة، إيش ما بدك، ما فيش مجال للزيادات. البداية كانت جدا صعبة، بدها اقتصاد وتدبير، لأنه أنت بدك تقتصد في هالشهرين هدول عشان بكرة جايك رمضان وعيد. كبر المشروع وكبرنا في الحياة، احتياجاتنا صارت تكبر، كله كان بيزيد من الخبرة. 2002 تخرجت، الطبيب صار محاسب، وإجتني فرصة في إحدى أفضل شركات القطاع الخاص في قطاع غزة، دخلي صار أفضل، المسؤولية في البيت خفت لأنه الصغار كبروا وصاروا أكثر تعاوناً واعتماداً على أنفسهم. صار عندي مجال أفكر في نفسي، بدي أفتح بيت، بدي أكبر البيت، بدي أعمل أي حاجة، بدي أحوش، بدي يصير عندي ادخار. وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابة. في 2005 كان في عندي خيار تاني، وظيفة براتب أعلى، بصراحة كانت مغرية. أصبحت مسؤول حسابات في منصب مهم، ولكن مع مؤسسة دولية، مشروع ممول من مؤسسة دولية. الناس صارت تحكي لي أنت مجنون، بتسيب وظيفة ثابتة ومضمونة وبتروح على مؤسسة بعد سنتين ثلاثة حتسيبك عصفور في الإيد ولا عشرة على الشجرة. امشينا، وللأسف كان في كلام تاني، دائما توقع غير المتوقع. في 2006 بعد الانتخابات الممول سحب التمويل تبع المشروع، رجعت شركتي أنا وإخوتي من أول وجديد بدون تمويل، لأنه الممول ما خدش راتب لست شهور. رجعنا تاني في نفس الأزمة. هالادخار اللي شلناه على جنب حطيناه عشان نمشي الست شهور، خدنا الأمور بصبر وروية وحكمة، جوزنا ست شهور. بس تعلمت شغلة مهمة، صار لازم أخذ قرار مالي جديد، لازم أنوع مصادر دخلي، بنفعش أعتمد على مصدر دخل واحد. ومن هون بعد ما إجت الرواتب اللي تحوشت تحت الست شهور أسست شركة خاصة بسيطة وبدت تكبر شيئا فشيئا، لحد ما وصلت لهون مدير إحدى الشركات الكبيرة في قطاع غزة وشريك مؤسس في إحدى الشركات الخاصة أيضا. وزنت بين الوظيفة والعمل الحر، رأس المال والتمويل والموازنة والادخار والتخطيط المالي، كلها مفاهيم مهمة متداخلة فيما بينها. بس المهم وين تحطها، في حياتك، في مشروعك أو في شركتك، رتبهم صح. مصادر الدخل في الحياة ممكن تكون مكتسبة من وظيفة معينة، أو ممكن تجيك من الاستثمار في شغلة معينة، أو ممكن تكون من شغلة ما بتتطلب مجهود، تكون أنت أخذتها من غيرك، عقار بدك تأجره أو ما شابه ذلك. التخطيط المالي برضو مهم، دائماً وازن بين مصروفاتك وإيراداتك. تخطيط النقد والسيولة النقدية عندك برضو مهم، لأنه هي بتغطي كل التزاماتك. المالك إذا عنده أصل ومش مشغله بصفي رأس ماله معطل، عنده عمارة ومش مأجرها، أو عنده تاكسي ومش شغال، ألوف التكاسي وقفت في كورونا، هذا أصل عبارة عن رأس مال معطل. رأس المال لازم يشتغل ويدور. بدك تفهم كيف بتكون إدارة الأموال؟ اصرف أقل، اكسب أكثر، ادخر لما يصح لك، استثمر صح. لا تقول إنه أنا شاب وما عندي إشي أستثمر فيه، أهلك استثمروا فيك وإلا ما كنت معانا هنا اليوم. استثمر بحاجات مجاناً في حياتك، حتى أنا كلمة مجاناً مزبطة، وقتك وطاقتك وشبابك وعلاقاتك، هذه كلها شغلات أنت قادر تستثمر فيها، هذه رأس مالك. لا تقول فيش شغل، ما هينا قاعدين، الشغل موجود، يمكن فيش وظيفة،
بس الشغل موجود، الشغل بده فكرة. الفكرة هاي ممكن تكون بسيطة وممكن تصير فكرة ريادية، وبالتالي أنت بتقدر تشتغل. الإنترنت ما خلى إشي بعيد، الأفكار منتشرة فيه. يمكن اليوم عندنا ممولين، بس بكرة بدك لازم أنت تمول حد. وسلامتكم.